للحديث أكثر عن أوضاع التي يعيشها أهالي ناحية اللطيفية جنوبية بغداد ومحاولات التغيير الديمغرافي التي تتعرض لها، ينضم إلينا عبر سكايب من لندن عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي الأستاذ إبراهيم العجيلي. سيد إبراهيم، بداية مرحبا بك. بحسب التقارير الحقوقية وشهود العيان، فإن آلاف الدونمات شرقية اللطيفية قد صودرت. كيف تصنف مثل هذه الإجراءات برأيك؟ هذه الإجراءات ليس غريبة على النظام، إنما ماشيين على طريق التطهير العرقي. وبالتالي ليس فقط اللطيفية شملها، مثلا جرف الصخر، مثلا ما حصل للفلوجة، ما حصل لمناطق المحبوبة. فهذه مسألة التجريف السكاني، و يعني استبدال المجتمع العراقي بمجتمع جديد وتمزيق الوحدة الوطنية، هي هاي السياسة اللي ماشي عليها السلطة. نعم. هل تم تعويض أهالي المنزوع أراضيهم أو حتى وضع يعني تقدير لتلك الأراضي من قبل اللجنة التي تحركت في الواقعة؟ ما جرى من هذا الشيء، ما وصل لأسماعنا أنه جرى تعويض بها من الجهات. وبعدين هي الأراضي أراضي زراعية، ومن الصعب الناس كيف يعيشون، يعني هم حياتهم. الموظف يأخذ راتب، لكن الفلاح يزرع الأرض حتى يعيش عائلته. يعني إذا ينجبون إجبارا على مصادرة الأراضي. نعم. اللطيفية تواجه إلى جانب أزمة نزع الأراضي وسلب الأراضي أيضا تواجه أزمة مغيبين. كيف تنظر إلى أزمة المخفيين والمغيبين والمعتقلين في اللطيفية؟ أيضا تضاف هذه إلى 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 ما يحصل للشعب العراقي بشكل عام، وبالأخص أبناء جرف الصخر وأبناء اللطيفية، خصوصا هالمنطقة هاي الممتدة ضمن محافظة بابل إلى محافظة بغداد، هي تتعرض إلى اضطهاد بشكل مستمر ودومي، إلى خطف وإلى اغتيالات، وإلى الناس مغيبين لا تعرف مصائرهم أصلا. يعني هناك من يرى في مصادرة الأراضي واستهداف شباب اللطيفية، رجالات اللطيفية أيضا، إنما يهدف إلى إحداث تغيير ديموغرافي في المنطقة. ترى ما هي هذه، ما وراء هذه الاعتقالات؟ هذه الاعتقالات اصلا تهدف الى تغيير ديموغرافي وابعاد السكان من مساكنهم، واسكان قوى اخرى، جنسيات ربما اخرى من اطراف اخرى بدلا عنهم، وعسكرة المناطق هذه. فلذلك هي هذه السياسة مستمرين عليها، خصوصا في المناطق اللي يسكنوها أبناء العامة. يعني ليس فقط في اللطيفية، هذا الحديث أيضا يجرنا للحديث عن حزام بغداد. هل ما يجري في حزام بغداد هو امتداد لما يجري في اللطيفية أيضا؟ هو أيضا ما يجري في حزام بغداد امتداد للطيفية، وما يجري في اللطيفية امتداد إلى حزام بغداد. نعم. شكرا لك، شكرا جزيلا أستاذ عبر سكايب من لندن عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي الأستاذ إبراهيم العجيلي، شكرا لك.